فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام صلى بالناس صلاة التراويح في رمضان فقام إلى الركعة الثالثة فنبه لكنه لم يرجع بل جعلها أربع ركعات، فهل تصح الصلاة حينئذ؟ صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة التراويح مثنى مثنى، فلا تتابعوه. إذا قام للثالثة لا تتابعوه، اجلسوا وتشاهدوا وسلموا اتركوه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.